تحية طيبة. مع اقتراب الذكرى 13 لإعلان تحرير ليبيا في العام 2011، يعود الحديث مجدداً عن الحرية والحقوق الأساسية في البلاد. فقد كان من المفترض أن يشكل التحرر من النظام الاستبدادي بداية لعهد جديد تسوده الحرية والديمقراطية، إلا أن الواقع ما يزال يواجه تحديات على مستوى الحقوق والحريات وفقاً لتقارير المنظمات الدولية آخرها فريدوم هاوس، حيث تصنف ليبيا كدولة حرة جزئياً من حيث حرية الإنترنت، كما يعاني المستخدمون من مضايقات واعتقالات متزايدة بالإضافة إلى الرقابة رغم بعض التحسن النسبي. علاوة على ذلك، تشهد ليبيا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل الاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب وصولاً إلى القتل خارج نطاق القانون. فهل ستتمكن البلاد من تحقيق الحريات التي حلم بها الليبيون عند سقوط النظام السابق؟ أم أن القيود المفروضة اليوم تهدد بتحويل حلم التحرير إلى واقع آخر أشد قتامة مما كان؟ أهلا بكم إلى هذا المساء. صنفت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية غير الحكومية في تقريرها السنوي الذي أصدرته الأربعاء الماضي عن مؤشر حرية الإنترنت الدولية ليبيا ضمن قائمة الدول الحرة جزئياً، مشيرة إلى تراجع في عموم الحقوق الرقمية على مستوى العالم للعام 14 على التوالي. وأصدرت المنظمة تقريراً يشمل 72 دولة بما فيها ليبيا التي وصلت نسبة حرية الإنترنت فيها إلى 43%، فيما ساهم في إعداده أكثر من 95 محللاً ومستشاراً مستخدمين 21 مؤشراً يتعلق بالعوائق التي تواجه الوصول إلى الإنترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين. وقد غطى التقرير التطورات الرئيسية في ليبيا بين الأول من يونيو 2023 إلى نهاية مايو 2024، وجاء فيه أنه رغم تحسن معدلات انتشار الإنترنت وسرعته في ليبيا، فإن الاعتقالات والمضايقات والرقابة الذاتية أصبحت من الأمور الشائعة بالبلاد. وقالت المنظمة أن حقوق مستخدمي الإنترنت زادت بعد سقوط معمر القذافي، لكنها انتقصت بسبب القوانين القمعية التي تفرض عقوبات قاسية على التعبير عبر الإنترنت، ونمط مستمر من الاعتقالات بسبب التعبير السلمي، وفي بعض الحالات العنف الجسدي المتعلق بالنشاط عبر الإنترنت. ووقعت عمليات انقطاع للإنترنت والاتصالات عدة مرات خلال فترة التقرير، وكان أغلبها أثناء حدوث مظاهرات. وأشارت فريدوم هاوس إلى نشر عناصر جهاز الأمن الداخلي على صفحات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي اعترافات أفراد سجلت تحت الإكراه، وفي مقاطع الفيديو اعترف أفراد بتهم مثل نشر الإلحاد والردة وتبني أفكار ليبرالية والمثلية الجنسية وفق التقرير. كما تحدث التقرير عن استمرار التضييق على الناشطين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى اعتقال العديد من الأشخاص انتقاما منهم بسبب محتواهم المنشور عبر الإنترنت. وعالميا تعرض أشخاص في 43 دولة على الأقل للاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت أيضا. وأكد التقرير أن الحكومات في 41 دولة على الأقل حجبت مواقع إنترنت استضافت خطابات سياسية واجتماعية ودينية، وصنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهم الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت. نرحب بضيوفنا في هذه المساحة، كل من لندن الناشط الحقوقي سيد علي العسبلي، ومن برلين الكاتب الصحفي ورئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الأورو أوسط للصحافة والإعلام سيد زبير غيث، ومن استديوهاتنا في طرابلس ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد الباسط المصراتي. أرحب بكم ضيوفنا جميعا في هذه المساحة. علني أبدأ مع الدكتور عبد الباسط المصراتي. دكتور، يعني مع مرور 13 عاما على إعلان تحرير ليبيا، كيف تقيم وضع حقوق الإنسان في البلاد واستمرار القيود على حرية التعبير وحرية الإنترنت في وقت كنا نتطلع أن يعيش المواطن عهد جديد من الحريات وتحولات ديمقراطية حقيقية؟ أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الحكيم،
أهلا بك. أحييك وأحيي كل ضيوفك الكرام وكذلك متابعين قناة الوسط الفضائية. أهلا بك. موضوع رائع وهو حوصلة التغيير بالفهم والمفهوم والاستفهام الفلسفي المعمق الذي حقيقة القناة الأولى التي تمتعت به وتناوله في كل دورات الاحتفال بالتغيير. أعتقد عادة في كل الثورات أخي عبد الحكيم القديمة أو المعاصرة يكون إنتاج التغيير تسبقه إرهاصات وفوضى عبثية، وهي ظاهرة طبيعية. السؤال المجحف وفق ما يأتي أو تزكية لما ذكر في التقرير أن من يكون في صدة تصدر المشهد هو من يخلق ذلك. هذا هو السؤال الحقيقي، هل هو دفاع عن الرمزية أم إثبات للوجود أم اختزال هذا التغيير لنفسه حتى يصبح قائدا لثورة أو ما يصنع مجدا لجهاز أو مؤسسة؟ هذه العبثية بالمجمل تأخذ الطابع التقرير المصيري لمن خلق أو صنع التغيير وهو الشعب والقاعدة الشعبية، عندما نريد أن نتكلم عن تغيير ديمقراطي التداول فيه على السلطة، فصل السلطات، أخذ الحقوق عن طريق القنوات القانونية وهو القضاء، تقدم المظلمة إلى غير ذلك. ونحن نبحث الآن على منهجية المصالحة وهي الجزء الأساسي الأول للتغيير كنظام شمولي مركزي عسكري. الآن نحتاج إلى تصحيح لهذا المسار، لطالما أن هناك ليبيا لازالت تعيش في هذا المخاض العصير ولم تولد بعد هذا التغيير. اشتمينا الجميع وتنفسنا الصعداء من أجل ممارسة الحرية والتعبير عن الرأي. الرأي لا يقنن في التعبير في بلد ديمقراطي أو تغيير مدني إلا وفق المعطيات القانونية لمنهجية الصورة الكاملة المتكاملة على حقوق الأدبية، وكذلك النص الأدبي الذي لا يمس الأمن القومي الداخلي أو يلمس أو يلامس منهجية ألوان الطيف في دول الجوار أو ما في حكمها من المجتمع الدولي. ولكن نحن الآن من يتصدر المشهد، آخر التقارير صادر عن فريدوم هاوس يعني يصنف ليبيا كدولة حرة جزئيا، فليمكن اعتبار هذا التصنيف بمثابة إشارة إلى الفشل في تحقيق الأهداف التي خرج من أجلها الشعب الليبي في العام 2011؟ هذا هكذا نفهم؟ هو جزء وليس ككامل، لأن قيل ما قيل عند كثير من المنظمات الدولية والصحف المعترف بها دوليا، ولكن ما قيل تحت قبة مجلس الأمن من انتهاكات لحقوق الإنسان هنا ما يأخذ على سبيل المثال للحصر. يعني ما قيل ليس إجحاف، يعني ثورة منتهية، ثورة تصدر مشهدها هؤلاء الذين يبحثون على أنفسهم، ثورة أتت من أجل إسقاط الظلم أصبحنا في ظلمات، ثورة أتت لإسقاط من أتوا على الدبابة أصبحنا ننتهج الدبابات والاحتراب الداخلي. هؤلاء يمثلون أنفسهم ولا يمثلون التغيير، ومع ذلك أن هناك فعلا أمن رأيناه وهناك شرعية كاملة متكاملة، والحمد لله أن لا نعطي نسبة الامتياز، ولكن إلى حد ما في النسبة من النسبة الكلية نعطي الوضع أفضل في المنطقة الغربية. من بعض المناطق التي تشهد ذلك التوتر، طيب، نرى المنطقة الغربية يعني قائمة على جهود كاملة متكاملة من الأجهزة الأمنية المشرعنة بغض النظر عن المسميات، طيب، يكفي أنها تشتغل تحت نطاق وسلطة الدولة. طيب، أنتقل إلى الأستاذ زبير الغيث. أستاذ زبير، يعني أبقى معك في تفاصيل تقرير فريدوم هاوس الذي أشار إلى تزايد الاعتقالات وما وصفها بالرقابة الذاتية على الإنترنت في ليبيا. هل ترى أن القوانين الحالية تعتبر قمعية وتفرض عقوبات على التعبير السلمي؟ يعني هناك من يعتبرها استمرار لأساليب النظام السابق بصورة مختلفة. بناء عليه، كيف يؤثر هذا الوضع على بناء دولة مدنية حديثة تضمن الحريات وفق تقديرك؟
أول مساء الخير، تحية لك وللأخوة الحضور والأخوة المشاهدين. أهلا بك. أنا أعتقد أنه من الخطأ جدا تعليق تجربتنا ومحاولاتنا في الوقوف دائما على إلى الماضي. يعني في كل التاريخ العربي يعلق في شماعة الماضي، يعلق عليها في كل التجارب الفشل الخاصة اللي مر بها، وهذه نتيجة اللي تحتاج إلى دراسة فعلا سيكولوجية. يعني أنا أعتقد أن وجود ليبيا في القائمة الحمراء والأشد خطورة وأشد تعقيدا وتقييدا للحريات بما فيها حرية التعبير والرأي والاستقلال الصحافة، هذا مدلول غير إيجابي، وهو يعكس تقدم أو الرؤية لمسار الديمقراطي في ليبيا. يعني لما نشوف ليبيا من سنوات كانت تتمتع بحرية الصحافة وحرية التعبير أكثر وهامش أكثر من الحالي، فهذا دليل على أن احنا نسير نحو الأسفل وليس نحو الأعلى، وهذا خطورته يتأتى ويتزايد ويتعاظم يوم بعد يوم. أما إذا بقينا نعلق أخطائنا وظروفنا على الماضي أو على حقب تاريخية، فإحنا لا شك أن لا يمكن نشخص المرض ولا يمكن نجد العلاج والدواء لهذا المشكلة. ليبيا الآن دوليا تصنف منطقة حمراء، منطقة مقيدة للحريات، حسب التقارير الدولية هي في تقريبا 110 من 161 دولة، تعتمد على 25 مؤشر لقياس الحريات. هذه معطيات خطيرة، يعني في حرية الصحافة اللي هي مفروض أن هي بتقود توعية المجتمع وتواجه الفساد والظلم وهذا متوقع في ظل عدم حماية الحريات، حرية التعبير والسماح بحرية التعبير وتقييدها، أو حجب المعلومات أو حجب النشر. الآن نشوف أن في بعض المنصات يتم حجبها وحظرها، وهذا كله يؤثر باسم الحماية الأبوية، كما يمارس الرقابة الأبوية على الأطفال القصر. تمارس الدولة أحياناً رقابة تضر من منهجية استمرار المعرفة، وإحنا لازم نعالج المشكلة مش نقعد نصنف فيها ونحدد التشخيص ولا نعطي الدواء. هذا ما يعيدني إلى التساؤل اللي طرحت عليه حضرتك، يعني كيف ترى القوانين الحالية يعني بناء على ما كنت تقوله الآن؟ أنا أعتقد أن هناك قوانين مشحفة وضارة جدا لحرية الصحافة. يعني هنا في قانون صدر في 2012 مثلا يمنع، وهذا قانون خطير جدا، يعني يمنع مناقشة أو اعتراض أو نقد السلطات الدينية. أنا مش عارف حتى السلطات الدينية شنو هي، يعني العالم يعترف بالسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ولكن السلطة الدينية مش عارف حتى شنو هي، ومع هذا يمنع ويجرم. وهذه أخطر مرحلة تمر بها ليبيا الآن، أن تصبح تقييد الحريات تصبح مصنفة بالقانون، يعني تصبح مسألة قانونية وتصبح بالقانون. يعني حضر التيك توك ولا شو هذا البرنامج الشهير في ليبيا، يقال أنه حضر بموجب القانون وبناء على شكاوي قدمت ل مكتب النائب العام، فتصرف بموجب القانون. وهنا هذه المشكلة الحقيقية اللي تواجهها ليبيا. يعني الآن حتى الدستور الليبي اللي كان مقترح هو فيه مواد كثيرة تخص الإعلام والصحافة وهي معيبة. لما نشوف دساتير في العالم الأخرى نجد أن أحيانا فقرة واحدة وتكون واضحة وصريحة، يعني حرية الصحافة تصبح مادة مقدسة وتكون واضحة، لكن هذا اللبس اللي في تفسير القوانين أو الغموض اللي يجتاحها وتصنيفها أحيانا تصبح مسألة خطيرة، يعني في تقنية في
مسار حريه التعبير والصحافه واستقلالها وسلامه الصحفيين، وهذه معايير دوليه ليبيا طرف فيها، سواء في حقوق في اعلان حقوق الانسان او في العهد الدولي الخاص للحريات والفضل. طيب اسمح لي ساعود لحضرتك استاذ زبير، اذهب الى ضيفنا الاستاذ علي العسبلي من لندن. استاذ علي، يعني في ظل انتشار الاعتقالات التعسفيه، الاختطاف والاحتجاز غير المشروع كما يرد دائما في التقارير الدوليه، وتقارير الامم المتحده الذي صدر في اغسطس الماضي مثال عن ذلك، هل لذلك علاقه بظاهره الافلات من العقاب ويعزز من تفشي هذه الظاهره؟ في المقابل يعني ما الخطوات التي يجب على النظام القضائي في ليبيا اتخاذها للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل مباشر على سيادة القانون في بلد تتكرر فيه مثل هذه الانتهاكات، يعني دون محاسبة المسؤولين عنها؟ أولا أرحب بك وبضيوفك الكرام وبكافة المشاهدين. دعني في البداية أعلق على جزئية تقرير فريدوم هاوس بخصوص حرية الإنترنت في ليبيا. هو أنا أتساءل، هو في إنترنت في ليبيا أصلا؟ عشان نكون في حرية، هو الإنترنت في ليبيا منتهي؟ الشركات الاتصالات، شركات الإنترنت LTT وغيرها كلها تحت سيطرة الميليشيات في الغرب اللي هم الردع وغيرها، بالإضافة إلى أن في الشرق يتم قطع الإنترنت لأتفه الأسباب. خليفة حفتر هو ما يزور أي مدينة يتم قطع الإنترنت والاتصالات، يعني وهذا الشيء أصبح معتاد. بالإضافة إلى أن كل النشطاء وكل الصحفيين اللي موجودين في الشرق وفي الغرب يتم استدعائهم وتهديدهم من قبل الأمن الداخلي وغيرها من الأجهزة القمعية وليست الأمنية. وهذا الشيء يحصل في الشرق وفي الغرب بشكل ممنهج وبشكل مستمر. يعني الشهر الماضي بس، وهنا نبي ندخل في سؤالك، الشهر الماضي بس يعني حسب تقارير لليبيا كرايمز ووتش ان في 27 حالة اعتقال تعسفي في ليبيا كلها، واغلب هؤلاء الضحايا من ناس ما عندهم الذنب الا التعبير عن رايهم. وهذا شيء نفس ما قلت لك معتاد وليس بغريب، وهذا شيء تعودنا عليه طوال الفترات الماضية من قبل كافة أطراف الصراع، سواء في الشرق أو في الغرب، سواء في القطاع برقة ولا في الضفة الغربية في تحت مستوطنة دبيبات. ف يعني من أبسط أو من آخر القضايا اللي دونتها الآن قبل الدخول في هذه المداخلة هي 12 شخص حملة اعتقالات كبيرة، 12 شخص في زلة. شنو ذنبهم؟ طلعوا في مظاهرات في ما يسمى عيد الفاتح، ما هو تخلي الناس تطلع، شنو المشكلة؟ ما هو طلعت أصلا فبراير وداروا فبراير قبل 14 سنة ولا 12 سنة للتعبير عن الرأي، اللي عنده رأي يفترض أنه هو يحترم طالما أنه يعبر عليه بكامل السلمية. نفس الشيء حصل في ترهونة، في بني وليد، في سرت، ما فيش أي ذنب بسبب إلا بسبب أنهم رفعوا علم خضر ولا صور سيف ولا صور عيشة. هذا كلام غير مقبول صراحة. بالإضافة إلى أن في واحدة من الحوادث اللي دونتها أمامي، خمس أو سبع مدنيين تم اعتقالهم في مدينة المرج، اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها وسرقة كل الأجهزة الإلكترونية في هذه المنازل وبالمدرعات، يعني من قبل أجهزة عسكرية تابعة لابن عبد الرازق الناظوري، وذنبهم انهم هم فاتحين صفحه فيسبوك، تخيل، ويقول لك حريه انترنت. يعني خليني اسال حضرتك، اسمح لي سيد العسبلي. نعم. حضرتك تتحدث عن بعض الارقام، اين الاحصائيات لحالات الاعتقال والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون في ليبيا؟ هل ثمة من قام بعمليه حصر يمكن الاعتداء بها والاعتماد عليها؟ هل عندنا حاجه من 2011 والآن؟ يعني بعد 2011 لقينا احصائيات كبيره لما حدث خلال 42 سنه، ولكن بعد 2011 ما عندناش ارقام ثابته. هل ثمه ارقام يمكن الاعتماد عليها؟ كل الارقام والاحصائيات هي لا تعكس باي شكل من الاشكال الواقع، كلها مجرد هذه الارقام اللي تشوفها قدامك، هذه الحالات اللي تم توثيقها
بجهود من سواء المنظمات الدولية أو المنظمات المحلية اللي قاعدة تشتغل في المنفى. ما فيش مجتمع مدني حاليا في ليبيا، كل اللي ما تمش اعتقالهم والسجون مليانة، اللي ما تمش تهجيرهم. احنا من 9 سنوات خارج ليبيا، تخيل عليش عشان منشور على فيسبوك أو منشورات على فيسبوك. هذه هي الحرية، فريدوم تقريبا، فريدوم هاوس هذا شيء غير واقعي وغير ولا يعكس الواقع. والأرقام التي والإحصائيات التي ذكرتها وكل الأرقام المذكورة هي لا تعكس الواقع بالضرورة، لأن هناك مئات الحالات من أهلهم ما يقدروش يحكوا. يعني مثلا في اللي حتى اللي بيحكي يمشي طالب بمصير ابنه، زي مثلا ما حصل مع إكرام رجب، مش هو والديها أو الأمن يسألوا عليها في الأمن الداخلي، تم مزاج بهم في السجن بدون أمر قبض، بدون نيابة، بدون قضاء، بدون محامين، بدون شهود. هذه العصابات الإجرامية اللي ما يسمى بجهاز أمن الداخلي سواء في الشرق أو في الغرب، هذه هم عصابات إجرامية لا تسمح بأي رأي مخالف للسلطات، لسلطات الأمر الواقع في الشرق اللي هم عائلة حفتر، وفي الغرب اللي هي عائلة دبيبة والميليشيات الموالية لها. هذوما لا لا، لكن يتم لم السماح تجبني عن تساؤلنا، يعني بأي شكل من الأشكال. هل تكرار هذه الحالات أو انتشار هذه الحالات نعم، له علاقة بظاهرة الإفلات من العقاب؟ هذه الإفلات من العقاب هو كلمة سر. تغييب المحاسبة في ليبيا وغياب المساءلة هو السبب الرئيسي في استمرار هذه الانتهاكات، هو السبب الرئيسي. ولا بد من كسر دائرة الإفلات من العقاب المستمر. لو يتم محاسبة هؤلاء الجناة اللي ارتكبوا في هذه الانتهاكات بدون رادع، يعني الآن قاعد من شهر 4 قتل سراج دغمان بسبب أنه هو عبر على رأيه على قضية درنة في اجتماع مغلق، تم اعتقاله وقتله بدم بارد في ظروف غامضة ورمي جثته بدون تحقيق حتى اليوم. لو في تحقيق ولو في محاسبة للجناة وللمجرمين اللي يقفوا وراء هذه القضية، هل تعتقد أنها حتتكرر؟ لكن طيب للأسف ما فيش، في دائرة إفلات من العقاب مستمرة بسبب لأسباب طيب كثيرة جدا يطول الحديث فيها، من ضمنها ضعف القضاء الدولي، من ضمنها الفراغ الكبير في القوانين والمشكلة في القضاء المحلي. القضاء المحلي معطل وفاسد وغير قادر على التحقيق إلا مع صغار المجرمين، وفي القضايا اللي ما تمسش كراسيم. النائب العام قاعد تحت حماية الميليشيات في طرابلس، والمحامي العام قاعد تحت حماية ابن خليفة حفتر في بنغازي. كيف تبيه حقه في قضايا هؤلاء؟ تبي تحقق في اللي في قضايا اللي يحمي فيك؟ بالتأكيد ان القضاء المحلي للأسف ما يصيرش منه إلا في الطلاق والزواج وقضايا صغار اللصوص. أما في القضايا اللي نحكي فيه عليه الآن، اختطاف، اعتقالات تعسفية، إخفاء قسري، قاتل خارج القانون، للأسف الشديد ما لهمش أي دور. يعني طيب هذا ما باختصار. أعود من جديد إلى الدكتور عبد الباسط المصراتي. دكتور عبد الباسط، تحدثت قبل قليل عن مسألة المصالحة الوطنية، يعني الآن تسعى السلطات لإطلاق هذا المشروع، وفي الأثناء الحديث عنه نجد تقارير دولية تشير إلى استمرار عمليات الاختطاف والاحتجاز وحتى القتل خارج نطاق القانون. كيف يمكن للدولة أن تدعو إلى مصالحة وطنية بينما تتعرض حقوق الإنسان لهذه الانتهاكات؟ وهل يمكن أن تكون المصالحة الحقيقية يعني بشكل حقيقي في ظل هذا الوضع؟ هو أعتقد حقوق الإنسان يجب علينا أن نلامس الحقيقة دون تتويه أو دغدغة مشاعر الآخرين. أنا أتكلم فيما يخص المنطقة الغربية، وهي أساس لاستقرار البلد باعتبارها العاصمة السياسية. هذا ما أردت أن أقوله. وضع القانون في عدم استقرار دولة، عدم وجود الدستور، عدم مشاركة الشعب في الاستفتاء على لا، لكن الدستور، أنت بحضرتك تقول المنطقة الغربية مستقرة. السيد علي العسب اللي يقول لك لا مش مستقرة، يقول لك الوضع مشابه وممنهج في المنطقتين الشرقية والغربية، ويقول لك ما يزال الموضوع خارج نطاق القانون. هذا السيد علي العسب اللي قبل قليل يقول إذا كان من حقه يقول كما يريد وكما يرى. أنا نحترم الرأي والرأي الآخر. أنا أتكلم
عن إن كانت هذه الممارسات سردية لا تنتمي إلى الجهاز، أنا معك. إذا لديه مظلمة في الأمن الداخلي يتفضل يتواصل معي وأنا آخذ مظلمته، يعني أنا لست بأمن، أنا رجل أكاديمي ومحلل سياسي، ما قاله في حق الأمن الداخلي أو جهاز الردع أم فيه جملة وتفصيلة ولم أرد على ذلك لأنه غير صحيح. طيب خلينا من الأجهزة الأمنية، ما زال القتل في الشوارع أستاذ عبد الباسط في مدينة الزاوية على سبيل المثال خلال الأشهر الماضية، نتحدث عن ليبيا بشكل عام، ما يزال القتل يحدث، يختطف شخص بعدين يلاقوا جثة موجودة، يعني حتى تصفية الحسابات ساهمت في تعزيز مسألة القتل خارج نطاق القانون. من الذي دافع عن ذلك وقال لا يوجد جنوح أو لا يوجد استثناء في هذه القواعد الشادة؟ يعني ليبيا أنت تعرفها الآن كيف، يعني أن هي أصبحت تلتقط أنفاسها، دولة ليست دولة يا أخي إلا في المؤسسات الدولية. وأنا تكلمت أخي عبد الحكيم وكلمتي موجودة ومسجلة، نحن الآن بصدد ضبط التوازن والإقاع والدفع إلى مستوى مؤسسات الدولة وتأهيل القضاء. هو لم يبقى لدينا إلا القضاء الذي طعن فيه الأخ، هو هذا القضاء الذي أجمع كلمتنا. أنا كشخص محلل سياسي لا أستطيع أن ألمس القضاء بكلمة حتى وأن رأيت، لأن عشمنا نحن في القضاء وإنجاز القضاء وعمل النائب العام كل يوم بيومه ونشراته موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. أما أنا أطعن في القضاء كإنسان يريد الحكم المدني ويريد استقرار البلد واتجاه المواطن لأخذ مظلمته من القضاء، لا أستطيع أن أطعن فيه نهائي، ولا أحول هذا الجهاز إلى المناكفة السياسية على الإطلاق. هذا أولا. كون أن حكومة الدبيبة، نحن لدينا 7 حكومات مع حكومة الدبيبة التابنة متعاقبة، ماذا فعلت في حقوق الإنسان؟ المنظمات الدولية ماذا فعلت؟ يعني جرائم القتل وجرائم السطو المسلح تحدث حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا موجود، وتحدث أيضا في بريطانيا، ويحدث في كل دول العالم، ولكن في ليبيا وضع استثنائي أستاذ عبد الحكيم. لا نستطيع أن نضع التشخيص الكامل متكامل، ولكن علينا أن نضع القياس أو التشبيه عندما يتكلم على زلة أو يتكلم على منطقة الجنوب أو منطقة الشرقية. هل عبد الحميد الدبيبة له سلطان على هذه المدن أو هذه البلديات؟ على الإطلاق. هم لم يتفقوا على حتى الدفع بحكومة واحدة من أجل استقرار البلد وتأسيس إلى بلد وإعداد إلى منهجية الديمقراطية. طيب. التي يبحث عنها الجميع. طيب سأعود لحضرتك دكتور عبد الباسط فيما سرد وفيما قيل، سأعود لحضرتك، نخرج فاصل قصير نستكمل مع حضرتك هذه النقطة. ضيوفي الكرام أيضا مشاهدينا ابقوا معنا فاصل قصير، نعود من بعد لاستكمال هذه الحلقة من هذا المساء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذا المساء، مازلنا نتحدث عن موضوعنا لهذه الحلقة في قرب يوم ذكرى التحرير الذي أعلن عنه في العام 2011. ما تزال ليبيا تعاني من أزمة فيما يتعلق بالحقوق والحقوق الأساسية والحريات. ضيوفنا سيد علي العسبلي ناشط الحقوق، أيضا السيد زبير غيث الكاتب الصحفي ورئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الأورو أوسطي للصحافة والإعلام من برلين، وكذلك معنا الدكتور عبد الباسط المصراتي الأكاديمي والمحلل السياسي. أعود إليك دكتور عبد الباسط، عندما نتحدث عن مسألة بأنه يعني في مناطق تقريبا أفضل من أخرى في ليبيا، هذا لا يعني بأنه ليبيا ما فيهاش هذه الجرائم ولا تحدث فيها. المجتمع الدولي ينظر إلى ليبيا كتلة واحدة، لا يمكن تجزئة الحريات في منطقة دون منطقة أخرى، وبالتالي هل هذا ما كنا نصب إليه منذ العام 2011 أن نصل إلى هذه المرحلة؟ هل هذا ما كنا ننتظره حتى الآن؟ وكيف يمكن الحديث عن مصالحة وطنية؟ وأعود بك لهذه الفكرة، كيف يمكن الحديث عن المصالحة الوطنية وما يزال القتل
في الشوارع حتى يعني وقت قريب، حتى 4 أيام وثلاث أيام فاتت ما زال هناك حالات قتل في الشارع، جثث ترمى هنا وهناك في مدن عدة، ولا نتحدث عن مدينة بعينها وفق المعلومات التي ترد من مختلف المناطق. مزاجية الحقوق والواجبات في دولة فوضوية وتصدر الفوضى، نحن عالم أو كتلة في محيط جغرافيا سياسية تتأثر بعضها ببعض. على سبيل المثال الحصر، إنسان قام بقتل في المنطقة الشرقية حيهرب إلى المنطقة التي فيها أكثر أمان على نفسه حتى يتم مساعدته مثلا في الهروب. الهجرة غير شرعية كذلك. يا أخي، الحقوق والحريات ليس بالجرائم، في عيش كريم. الذين يقفون أمام المصارف، الذين تراهم الآن حق العلاج لم يأتي إليهم، أليس بذلك قتل أشنع من إزهاق الروح؟ الناس التي تسولت الآن عندما تنفسنا الصعداء يا سادة يا كرام، وكل يوم بيومه، لأن لا يوجد مؤسسات للدولة. من 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 دفعنا بهم إلى استقرار الدولة وصناعة الدولة من برلمان ومجلس أعلى للدولة، رأيناهم كيف فعلوا في الشعب الليبي وفي القاعدة الشعبية الذين يبحثون عنه. وعندما يخرجون إلى خارج البلد لتناول القضية الليبية، يعني حمل وضيع، وكأن البلد تحولت إلى الولاية 54 في الولايات المتحدة الأمريكية. وأصبحنا نقارن بإرزونا وإلى وينسكونسون وإلى نيويورك الثالثة. لا يا أخي، عندما نتكلم عن الجريمة، الجريمة في واقع الإنسانية الحياتية موجودة، منظمة أم عبثية أو نتيجة لتعر أو إلى غير ذلك. ولكن عندما تلامس قوت الإنسان وحياة الإنسان اليومية، هي هذه الحرية واضح. والحقوق والواجبات واضح. اسمح لي أعود إلى السيد زبير غيث. سيد زبير، أبقى معك في هذه النقطة، وحضرتك استمعت إلى رأي ضيفنا في هذه الجزئية حول استمرار الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. لماذا لم تفعل القوانين بشكل كافي لضمان حماية الأفراد من الاعتقالات التعسفية والتعذيب؟ كنا نتحدث عن هذه النقطة مع ضيفنا السيد علي العسبري قبل قليل. هل ضعف تطبيق القوانين ناتج عن غياب الإرادة السياسية، أم أن هناك عوائق قانونية أخرى تحول يعني دون ذلك وفق تقديرك؟ أولا اسمح لي في ملاحظة بسيطة وليس تعقيبا، أن يجب التفريق بين الجريمة الجنائية والجريمة العادية اللي تحدث في كل دول العالم بشكل سواء كان منظم ولا عشوائي ولا جماعي ولا فردي، وبين الجرائم اللي تندرج تحت الجريمة السياسية زي الاغتيال والاعتقال السياسي قصدي. هذه كلها جرائم سياسية، ولا منع حرية التعبير، هذه جرائم سياسية تمس حرية المجتمع والقيم الديمقراطية في المجتمع وسلامته يعني. أما الجرائم الأخرى هي جرائم جنائية لغرض كسب أو لغرض لأي سبب كان. أما بالنسبة لمسألة القوانين، أعتقد أن الموسوعة الليبية من التشريعات بشكل عام يعني هي موسوعة متقدمة جدا يعني من زمن طويل جدا، وهي متقدمة. هناك قصور واضح في مسألة قوانين اللي تخص الإعلام بشكل عام في ليبيا. وحتى اللجنة أو المجموعة اللي تم انتخابهم لوضع الدستور حطوا توجهاتهم الفكرية والسياسية في الدستور، وظهرت الفقرات أو المواد التي تخص سلامة أو حقوق التعبير والرأي وسلامة الصحفيين واستقلال الصحافة، ظهرت يا أما مشوشة يا أما مبهمة يا أما مغيبة يا أما في كم من تصنيف يعني، يا اما مضلله يعني انت ممكن تفسرها يعني. لما نجي لما نقول لك مثلا قانون مكافحه الارهاب في اللي صدر في سنه 19 تقريبا في ليبيا، ما هو الارهاب اللي هنا المكمن الذا يعني؟ هو لازم يعني حتى تصدر قانون لازم تكون واضح ودقيق ومفصل
ويبين الحالات الإباحة والحالات التحريم فيه، حتى تكون ما فيش لبس في تفسير القانون وتصنيف الجريمة أو الأحداث أو الوقائع. التصنيف هو قانون شنو؟ هو مرة تطيع في محامي شاطر، النيابة تتهم المتهم بشيء والمحامي يحول تصنيف الجريمة من قتل إلى مثلا دفاع عن النفس. هذا التصنيف هو اللي نقصده في الإعلام، هو مهم جدا، وهذا يحتاج إلى، أولا إحنا مش محتاجين إلى توجه فكري. أستاذ الزبير، أستاذ الزبير يبدو فقد الاتصال مع أستاذ الزبير، سيحاول الزملاء إعادة الاتصال به. أعود من جديد إلى السيد علي العسبري. سيد علي، استمعت إلى ضيفنا سيد دكتور عبد الباسط المصراتي يرد عليك ويقول لك لا يمكن الطعن في القضاء في ليبيا اليوم، هذا هو الجهاز الذي ما نزال يعني نعول عليه. يقول لك الأجهزة الرسمية والأمنية، هناك بعض الممارسات الخاطئة خارج عن القانون تظل فردية. يقول لك لم يتم تفعيل المنظمات الحقوقية والدولية ولم تفعل شيء بخصوص الجرائم التي تحدث في ليبيا، ويقول لك وضع ليبيا اليوم استثنائي. يرد عليك الدكتور عبد الباسط المصراتي يقول لك قانون القضاء في ليبيا لا يمكن المساس به. حضرتك اتهمت القضاء، قلت القضاء فاسد على لسانك. حضرتك يعني انتقدت عدد من الجهات الأمنية في ليبيا. هل هذا ما كنا نريده اليوم بعد 13 سنة من ثورة فبراير؟ نحتاج أن ننتقد فقط الأطراف، لا نتحدث عن آلية صحيحة لعملية تصحيح الأخطاء الموجدت؟ وهل يمكن أن نسمي الأمور بغير مسمياتها؟ أستاذ علي تفضل، لك حق الرد. نعم، هو عندي كم نقطة. بداية، هو بنعاود توضيح الفرق بين الجريمة وانتهاك حقوق الإنسان. قال لك بريطانيا يصير فيها جرائم، أكيد يصير جرائم كل مكان، في أمريكا، في بريطانيا، في زيمبابوي، ولكن كلها يتم التحقيق فيها ويتم البت فيها من قبل المحكمة ومحاسبة المجرمين أو المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء كانت جرائم جنائية، سواء كانت انتهاكات حقوق الإنسان، سواء غيرها. في ليبيا وريني اللي تم، يعني حنان البرعصي، سيرجيوا قبل من 2019، إبراهيم الدرسي، وننتقل حتى للغرب. يعني كثير من القضايا اللي ما زالت عالقة عند الآن. يعني حضرتك اتهمت القضاء بشكل واضح، تقصد القضاء أم مسار العدالة في ليبيا؟ في فرق كبير بينهم أستاذ عميرة، في فرق بين القضاء ومسار العدالة. موجود بالنسبة للنائب العام شخصيا، هو فاسد، موجود الوثائق على الانترنت، في إمكانك، وحلقات من قبل صحفيين وصحفيين استقصائيين ونشروا هذا الشيء. هذا مش سر، نحن خلينا نحكو بشكل واضح بعيدا عن الفلسفة الزايدة والكلام الزايد. هذا القضاء الليبي قضاء فاسد وغير مفعل. أنا أتحفظ عن هذه الجملة بصراحة، أنا مسؤول عليها. أنا شخصيا أنا قاعد في دولة دولة تكفل حرية الرأي والتعبير، وأنا حر فيما أقوله وأرفع عليه قضية عن النائب العام. مش هذا المقصد، لكن المقصد أنت تتهم فيه بالفساد يا سيد علي، ونحن نجاهد لجعل هذا السلك القضائي. نعم، هو بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية، وما زلنا نعول عليه. ليس كنا نريد دولة قانون. ليس بعيد يا حكيم، معلش، موش وهذا كان رد السيد دكتور عبد الباسط المصراتي لحضرتك. تحت حماية الميليشيات، قاعد تحت حماية الميليشيات في طرابلس. هل يقدر القضاء يحاسب جهاز الردع على مئات النشطاء اللي هو يطلع فيهم في اعترافات غصبا عنهم، وآخرهم أحد صحفيين، من بيش نذكر اسمه لأني ما عنديش موافقة على ذكر اسمه، اللي طلعوه في اعترافات كاذبة رغما عنا على الإعلام. هل يقدر النائب العام يحقق في هذه الأشياء؟ مئات المنظمات والتقارير اللي موجودة عندك، كيف تبرر هذا الموقف للمشاهد الآن وللدكتور اللي وجه لك الانتقاد؟ تفضل، خلينا لو سمحت نكمل الفكرة عشان بس يكون الكلام واضح حتى المشاهدين، ونحن نتعامل مع مشاهدين وناس فاهمة، ما مش أطفال.
نقدر نحكي له في كلام منمط، ما هوش طفل يفهم كويس ان النائب العام لا يمكن لا فتح حتى قضيه واحده او التحقيق في قضيه واحده من الانتهاكات اللي ارتكبها جهاز الردع او جهاز دعم استقرار او غيره من هذه العصابات الاجراميه. وانا نعاود هذا الوصف، هذا اجمل وصف عندي لهم. بالنسبه لضيفك الكريم اللي قال لي اتصل بي كان عندك مظلمه، انا ما عنديش مظلمه بشكل شخصي، انا ما انشخصنش في الامور، انا اتحدث باسم مئات الضحايا اللي تم الزج بهم واعتقالهم في سجون معيتيقا وغيرها من سجون الغرب بدون محاكمه، بدون قضاء، بدون اهلهم ما يتمكنوا من زيارتهم، ويحاكموا فيهم داخل السجن نفسه في ظل ظروف محاكمة غير عادلة وفق قوانين قمعية، قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية وأخيرا قانون السحر والشعوذة بتاع العصور الوسطى. وتقول لي قضاء، القضاء فيه مشاكل كثيرة بك، ليست بداية بالقوانين القمعية اللي موجودة عندك واللي مفصلة وعلى مقاس أي حد ينتقد، مرورا بالقضاء المرتشين، في منهم كثير من القضاء اللي نزين، وهذه حاجة معروفة، الشين والزين في كل مكان، نهاية برأس القضاء بروحه اللي مش ناتمت بالفساد. أعيد وأكرر، هي تقارير لصحفيين استقصائيين تم نشرها على الانترنت وكلكم اطلعتوا عليها. ما فيش خط احمر عندكم انتم اللي قاعدين جوا في ليبيا، عندكم خطوط حمراء، اما انا ما عنديش خط احمر لا قضاء ولا غير قضاء. انت من شوف المجرمين اللي مسؤولين على هذه الفظائع اللي تصير ومسؤولين على الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان في ليبيا قاعدين يتم محاكمتهم كلهم كيف بعضهم، كيف بقية الفاسدين سواء في الشرق أو في الغرب. أنا كلا يحدثني عن القضاء، أما الكلام الإنشائي والفلسفة الزايدة هذا كلام بصراحة ممكن لا ينطلي على حد، ممكن قبل 10 سنوات كان يمشي على الناس وتنبهر به، لأن الناس فاهمة وعارفة كويس أن هذه مجرد دعايات. يعني اسمح لي أعود بهذه النقاط للدكتور عبد الباسط المصراتي. دكتور يقول لك في فرق بين الجريمة وفي فرق بين انتهاكات حقوق الإنسان، يقول لك ليست لدي مظلمة شخصية، أنا مسؤول عما أقول وأدافع عن مئات القضايا في مواجهة القوانين القمعية والمفصلة على مقاس أي أحد ينتقد. يقول لك أنا لا أتهم القضاء، بل هي ناتجة عن تقارير استقصائية هي التي قالت ذلك، واستمعت حضرتك لما قال، ماذا ترد؟ أنا استمعت ويا ريت ما استمعت. هذا ناشط حقوقي، مستوى الأداء والإلقاء والإقناع. خلينا من شخصنا، خليني فيما يقول، فيما يقول. أي شخص يا أخي من حقي نرد، ولا يشرفني مع إنسان أجلس يطعن في القضاء الليبي والنائب العام ومؤسسات الدولة الأمنية التي نحن الآن ننعم بالأمن والآمان، وموجود في مكتبكم من الظهر في قلب طرابلس، وأنا في حماية ذلك الأجهزة الأمنية التي هي تأج على الرأس. وإنما يرمي جزافا وتشويها وتشبتا لأن لديه قضايا داخل البلد، ويتركون الماء على الغارب ويريدون دولة. إن أردت أن تبني دولة فلأبقى داخلها وأبقى على كرسيها. وأنا أخي عبد الحكيم أعتذر وأتأسف منك جزيل الأسف أني لا يشرفني أبقى مع إنسان يطعن في قضائنا الليبي، وهي شعرة معاوية، وهي ما تبقى إلينا من مؤسسات الدولة، وكذلك النائب العام الذي ينشر في يوميا من كم من الجرائم، والأمن الداخلي الذي ينشر في كم من الجرائم وجريمة الإرهاب المنظمة لدى قوة الردع. هذا كله يرفع لهم القبعة لأننا نعيش في كنف ذلك الدولة إذا أردنا أن نبني دولة. ولكن الكلام المنمق هذا ما درسته يا أخي في علم السياسة وليس في التحليل السياسي. أنا لا أطبل ولا أزمر ولا أمدح لأحد، أنا أتكلم على تقرير مصيري في بلدي.
أشكرك أخي عبد الحكيم جزيل الشكر. اسمح لي ولا يشرفني على إنسان يتعب في مؤسسة دولة. اسمح لي نحن تعاملنا سيد عبد الباسط، نتمنى أن تبقى معي. يبدو أن الدكتور عبد الباسط الذي تحفظ على مقاله ضيفنا سيد عبد علي العسبلي. دكتور عبد الباسط نتمنى أن تستمع إلينا إن كنت ما زلت في الاستماع. طيب يبدو أننا فقدنا الدكتور عبد الباسط، اعتذر عن استكمال هذا الحوار حيث يعني لم يكن راضي على طرح ضيفنا من لندن الناشط الحقوقي السيد علي العسبلي. وبهذا دقائق في زمن هذه الحلقة أذهب إلى الأستاذ زبير غيث. أستاذ زبير ما تعليقك؟ يبدو أن الوضع محتدم، هناك اتهامات للنظام في ليبيا من قبل تقارير دولية، من قبل تقارير استقصائية. السيد علي العسبلي يتبنى هذا الموقف، يقول دفاع على مئات القضايا في مواجهة هذه القوانين التي يصفها بالقبعية. هل هذا ما نطمح إليه؟ ما هو السبيل للخروج من هذه الاتهامات التي يعني تطال ليبيا بشكل عام، ليست مدينة بعينها وليست جهة بعينها؟ أستاذ الزبير، هو صحيح يعني على الأقل أنا شخصيا لما أتكلم على أي موضوع يخص حتى المسائل الحقوقية، يعني ما نتكلمش على شرق ولا غرب ولا جنوب، نتكلم على ليبيا كدولة واحدة كما عرفناها. هذا أولا. ثانيا أن إنكار الحقائق لا يعني عدم وجودها. يعني الآن العالم قرية صغيرة، و تشوف انت الانتهاكات مثلا هذا الشيخ أصبيحة مثلا على سبيل المثال، رجل عمره 90 سنة يتبقى الزج به في قضايا ولا في تحقيق ولا في اعتقال تعسفي، نتيجة انه هو قال انه مؤيد لسيف ولا شخص ثاني في سرت رافع لافتة وعلم اخضر يتم القبض عليه ولا في غات ولا في اي مكان، يعني بغض النظر عن التسميات، لان انا ما يهمنيش شرق وغرب، انا نعتبر في ليبيا واحده وسياده القانون وتفعيل وقوه القانون هي التي نطمح لها، وسياده الحقوق ومعرفه حقوقنا وواجباتنا وسلامه الصحفيين والكتاب والنشطاء والمدنيين والمدافعين عن حقوق الانسان هو ما نطمح إليه، سواء كان في بنغازي ولا في طرابلس ولا في سبها ولا في كفرة وفي أي مكان. يعني وهذا التجزئة وهذه الحديث على الجزئيات هو اللي خلانا نتشظى. يعني وأعتقد أن الآن إحنا في حاجة ماسة إلى تفعيل قوة القانون، تفعيل بشكل فعلي قوة القانون، حتى لو كان يرى البعض أن هناك فساد في منظومة تنفيذ القانون، ولكن هذا كله لا يعني أن يظل كل شيء على. يجب أن يكون في ناس تتحدث وتتكلم، ومن حق الناس أن تتحدث، ومن حق الأستاذ علي ولا الأستاذ عبد الباسط يقول ما يريد، ومن حقه علينا أن نستمع ونقرر من على صواب ومن على أشكرك على خطأ. شكرا لحضرتك أستاذ زبير غيث. أشكر ضيوفنا جميعا من كان معنا في هذه المساحة، من لندن الناشط الحقوقي سيد علي عسبلي، من برلين الكاتب الصحفي ورئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الأوروبي للصحافة والإعلام سيد زبير غيث، ومن استوديوهاتنا في طرابلس الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد الباسط البصراتي. هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. مشتركي الكرام، شهدت الكثير من السجال حول ما يتعلق بموضوعنا في مع قرب ذكرى تحرير ليبيا الذي تم إعلانه في 2011. ما تزال هناك انتهاكات وفق التقارير الدولية للحقوق الأساسية والحريات. ما السبيل لخروج ليبيا من هذا المأزق الذي ما يزال تعاني منه لطوال هذه السنوات بعد تحرير البلاد أو ما إعلان تحرير البلاد؟ دمتم في أمان الله مشاهدينا، إلى اللقاء.